انا براسي درتها يعني شحال دابا، هادي راه شي عامين كانوا فيها تصبغات هنايا في الجبهه ودرتها الحمد لله لقيت عليها نتيجه. دارتها اختي كانوا فيها لي سيكاتريس ديال الحبوب في الوجه ديالها، صفات ليها الوجه ديالها. بالنسبه للبنات اللي كيعانيوا من السواد في المنطقه الحساسه ديالهم اولا تحت الابطين اولا في هذه المنطقه هذه، هاد لاكريم هذه كتليق للنمش، كتليق للكلف، كتليق للتصبغات ديال البشره، كتليق للبنات اللي عندهم هذه المنطقه هذه حول الفم سمراء بزاف على الوجه ديالهم، وكذلك البنات اللي كيبغيو تبييض البشره ديالهم تيكونوا يعني سمر بزاف. اهم حاجه هي انها خاليه من الهيدروكينون وكذلك خاليه من البارابين. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اموركم هانيه، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم رشيده بيوتي. الفيديو ديال اليوم غادي نهضر لكم على كوجي كلير. الا تعقلوا عليها هذه هي لا كريم اللي عطات لديك البنيته اللي كانت جات عندي لا فارماسي، وقلت لكم باللي صفات ليها وجهها الحمد لله، وبزاف ديال البنات اللي طلبوا مني اني ندير فيديو عليها ونهضر عليها ونعطيكم بزاف ديال التفاصيل عليها وطريقه الاستعمال وشحال المده اللي خصك تستعمليها وكل شيء، لانها فريمون واحد لا كريم اللي تستاهل اني ندير عليها فيديو. ديجا داير عليها فيديو ولكن فيديو كان قديم شي شويه دونك ما تشافش، وقلت علاش لا نعاود فيديو لان بزاف ديال البنات طلبوني اني نهضر عليها. فخليكم معايا في هذا الفيديو هذا. وعليكم السلام. الله يشافي. اللي باقي ما داش عندي الانستغرام دوز عندي الانستغرام ديالي متابعه، غادي نخليه لكم هنايا وكنخلي الرابط ديالو في صندوق الوصف وفي اول تعليق، وكذلك كنخلي لكم واحد النمره ديالي راني درت فيها الواتساب مؤخرا. البنات اللي بغاو يدخلوا عندي الواتساب مرحبا والف مرحبا، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. بالنسبه لكريم البنات هي هذه كريم كوجي كلير، غادي نخليها لكم هنايا واضحه الا بغيتو ديروا لها سكرين اولا. المهم هي هذه لا كريم صراحه زوينه بزاف. هاد لا كريم هذه كتليق للنمش، كتليق للكلف، كتليق للتصبغات ديال البشره، كتليق للبنات اللي عندهم هذه المنطقه هذه حول الفم سمراء بزاف على الوجه ديالهم، وكذلك البنات اللي كيبغيو تبييض البشره ديالهم. اكيد الاسباب كتختلف من مراه لمراه، مثلا كل وحده كيفاش كيظهر ليها داك الكلف، يعني شنو هو السبب اللي مخلي ان داك الكلف يبان عندها في الوجه ديالها. كاينين اضطرابات هرمونيه، كاينين الناس اللي يعني كيظهر لهم داك الشيء بالحمل، كاينين الناس اللي كيديروا اجهاد وحتى داك الاجهاد راه كياثر على البشره كيظهر لك الكلف، كاينين الناس اللي كياخذوا شي مانع حمل اللي ما تيجيش معاهم كيدير لهم تصبغات اولا الكلف في البشره ديالهم. كذلك كاينين الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه، داكشي كامل كيرجع على البشره، مثلا كتلقيها دائما معصبه، دائما مستخيسه، دائما يعني عندها مشاكل في حياتها، واكيد اي حاجه يعني عندك لداخل راه كتنعكس لك على البشره ديالك. كنتي فرحانه راه كتنعكس لك على البشره ديالك. كنتي من الناس اللي كيردوا القلب ديالهم وكيبداو يتفقصوا حتى كيمرضوا كيطيحوا في امراض عديده ماشي يعني غير تصبغات البشره اولا النمش اولا الكلف، حاولي ما امكن انك تجنبي هذا الشيء. كذلك التعرض للاشعه ديال الشمس لواحد الفتره اللي هي طويله، ما كيخصناش نوقفوا تحت الشمس واحد الفتره اللي هي طويله، سيرتو ديك الشمس اللي كتكون قاصحه ما بين 12 و 2 حتى 3 هكاك، كيخصنا ما امكن اننا نتفاداوها. عدم استعمال الواقي الشمسي حتى هو كيؤدي لظهور النمش الكلف والتصبغات ديال البشره. دونك ما نطولش عليكم بزاف، غادي ندوزو لهاد لاكريم هادي باش نشرح لكم عليها بزاف ديال الامور. بالنسبه لهاد لاكريم البنات مبيضه، كتقضي لك على المشكل ديال الكلف ديال التصبغات وديال النمش اللي تيكون عندك في البشره ديالك. اهم حاجه هي انها خاليه من الهيدروكينون وكذلك خاليه من البارابين. وهاد جوج مواد هادو اللي ذكرتها البنات هما مواد اللي مجهدين شي شويه على البشره، يعني ما كيخصكيش تستعمليهم لواحد المده اللي هي طويله، لان يقدر يتسببوا لك في حساسيه، يقدر يتسببوا لك في تهيج البشره، يديروا لك الحبوب الرقيق في البشره ديالك. او الا خديتي هاد جوج مواد لواحد المده اللي هي طويله بزاف الله يستر ممكن يتسبب لك في سرطان الجلد، لذلك ردوا البال يعني البرودوي فاش تشريوه، يعني اي برودوي بغيتو تشريوه حاولوا ما امكن انكم تشوفوا في المكونات ديالو يكون خالي من العطر، خالي من الهيدروكينون، يكون خالي من البارابين، يعني حاولوا ما امكن انكم تلاحظوا او لا تقراوا المكونات مزيان. دونك قليل فين ممكن اننا نلقاو شي كريم اللي زعما ايفيكاس بالنسبه لهذا المشكل هذا وفي نفس الوقت يكون امن على البشره. بالنسبه للمكونات ديالها البنات ها هما فين مكتوبين هنايا، واضحين وضوح الشمس، فيها اسيد كوجيك، فيها لا فيتامين سي، وفيها الفا هيدروكسي اسيد، يعني ثلاثه ديال المكونات اللي غادي نشرحهم لكم دابا. نيت كيف ما قلت لكم البنات فيها اسيد كوجيك وفيها الفا هيدروكسي اسيد. اشنو هما هادو؟ هما احماض فواكه. اشنو كيديروا هاد الاحماض ديال الفواكه للبشره ديالنا؟ كيهيئوها لينا باش تستقبل الفيتامين سي اللي كاينه في هاد كوجيكلاغ هادي، يعني كيهيئوا لك البشره ديالك باش كتستافد من الفيتامين سي اللي كاينه
في كوجي كلير. واكيد كاملين عارفين الفوائد ديال الفيتامين سي بالنسبه للبشره ديالنا. اول حاجه كيحميك من التجاعيد، او ليلى كانوا فيك دوك الخطوط الرفيعه اللي مع المده كيتحولوا لتجاعيد واضحه وكبيره، كيحاربهم، كيبيض البشره، كيحيد التصبغات، يعني كيوحد اللون ديال البشره، كيعالج لك المشكل ديال الكلف والنمش والتصبغات، كيعطيك واحد ليكله زوينه للبشره. وكيف ما قلت لكم خصوصا ان فيها هذوك جوج المكونات اللي ذكرت قبيله هما اللي كيساعدونا اكثر باش نستافدوا مزيان مزيان من ديك لا فيتامين سي. كدير لينا البنات واحد التقشير اللي هو خفيف للبشره ديالنا، ماشي تسمعوا تقشير وتخلعوا حسابكم راه وجهكم غيتقشر، لا هو اصلا داك التقشير حنايا ما كنحسوش به، لان هاد الطبقه العلويه هي اللي كتكون متضرره بزاف هما اللي تيكونوا فيها العيوب، فكتقشر لينا هاد الطبقه العلويه من 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 الجلد ديالنا، لان ديك الطبقه هي اللي تيكون فيها الكلف الحبوب النمش التصبغات، فكتقشرها لنا بواحد الطريقه اللي هي خفيفه حنا ما كنحسوش بها نهائيا، وهكا كتولي عندك واحد النضاره في البشره ديالك. بزاف ديال العيالات كيكونوا في الفتره ديال الحمل وكيتواصلوا معايا تيقول لك رشيده واش ممكن نستعمل شي كريم اكليرسيسونط باش نحمي بها الوجه ديالي من الكلف ديال الولاده اولا ديال الحمل. هنايا تنقول لكم لا، ما يمكن لكمش تستعملوها، لان راكم عارفين مع الفتره ديال الحمل ما يمكنلكش تستعملي اي حاجه، دونك حتى تولدي ان شاء الله بان لك الكلف اولا التصبغات في البشره ديالك كتاخدي شي كريم اكليرسيسونط ولا كوجي كلير ولا خدي اللي بغيتي، ما بان لك والو راه مزيان هذاك الشيء اللي بغينا، المهم في ديك الفتره ديال الحمل لا ما تاخديهاش. وبالنسبه للمراه المرضع ممكن انك تاخديها وديريها الى عندك يعني شي تصبغات ولا شي نمش ولا شي حاجه في البشره ديالك، ممكن تاخديها وتستعمليها للبشره ديالك عادي يعني واخا كترضعي. اما بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ديالهم حساسه ممكن حتى نتوما تستعملوها ماشي مشكل، لان كيف ما قلت لكم ما فيهاش شي مواد اللي هي مضره، يعني واخا البشره ديالكم حساسه تستعملوها بكل امان. ندوزوا البنات لطريقه الاستعمال، وهذه هي اهم حاجه اللي كيخصكم تصنتوا ليها مزيان وتتبعوها مزيان باش تعطيكم نتائج اللي هي مرضيه. دونك اول حاجه كنديرها على بشره نقيه وكنديرها غير من الليل للليل، يعني اول حاجه كتغسلي وجهك بلوجيل نيتوايون ديالك اولا بالصابونه ديالك، كتغسليه مزيان وكديريها حتى كتكوني ساليتي شغلك طيبتي كلشي درتيه، لانها ما كتبغيش الحراره، كدار غير من الليل للليل يعني حتى لاخر لحظه تبغي تمشي تنعسي، وعاد ديريها للوجه ديالك مزيان غير بشويه بواحد الحركه دائريه باش كتشربها البشره وكتخدم لك من العمق وصافي كتنعسي. في الصباح كتنوضي اول حاجه كديريها هي كتغسلي وجهك منها، لان باش ما تخرجيش بها للشمس، خصوصا الا كنتي كتخدمي ولا كتقراي ولا كتسخري ولا شي حاجه ما يمكنلكش انك تخرجي بها للشمس، غير تنوضي غسلي وجهك هو الاول بالصابونه ديالك اولا بلوجيل نيتوايون ديالك، وكديري الواقي الشمسي ديالك. اهم حاجه يكون عندك واقي شمسي باش حتى الا شي نهار كنتي مزروبه ما غسلتيش وجهك مزيان ولا شي حاجه تكوني دايره واقي شمسي هو اللي حامي لك الوجه ديالك من الاشعه ديال الشمس، يعني هذه واخا تخرج لك لانك تكون في البشره الداخل، ان فوا كتخرجي للحراره والشمس وهذا فالوجه ديالك كيعرق وهذاك الشيء كيعاود يخرج لك برا، دونك كتكوني انتي دايره الواقي الشمسي ديالك باش كتحمي الوجه ديالك من التصبغات ومن النمش ومن الكلف. ولا كنتو ما غاديش تتبعوا يعني هاد الطريقه هذه كنصحكم انكم ما تاخدوهاش، لانك الا خرجتي بها للشمس غنقول لكم كوجي كلير زائد الشمس تساوي التصبغات تساوي الكلف تساوي النمش، يعني ما غاديش يبقى الوجه ديالك صافي والبشره ديالو متوحده، يعني الا درتيها وخرجتي بها للشمس عولي على وجهك انك غادي تكرفسيه غادي تضيعيه، يعني هذه كدار من الليل. وانا اي وحده جات عندي كتاخذها من عندي كنوصيها وكنعاود نوصيها كنقولها الا كنتي ما غاديش ديريها بالليل بلا ما سديها عليا، او لا الا كنتي زعما ما غاديش تعرفي الاستعمال الصحيح ديالها كنشرح لها وكلشي وكنوصيها كنقولها عندك كتخرجي بها للشمس، يعني هذا البنات راه شي حاجه اللي غزاله زوينه بزاف بزاف صراحه كتصفي البشره، ولكن الا استعملتوها بالطريقه الصحيحه، وانا براسي درتها يعني شحال دابا هذه راه شي عامين كانوا فيها تصبغات هنايا في الجبهه ودرتها الحمد لله لقيت عليها نتيجه، دارتها اختي كانوا فيها لي سيكاتريس ديال الحبوب في الوجه ديالها صفات ليها الوجه ديالها وديتها حتى لماما، ماما فيها هنايا شي شويه ديال الكلف فيها الكلف هنايا جهه حناكها كديرها، ولكن هي ماشي من النوع اللي كتبع بزاف كديرها نهار كديرها نهار كتنساها يومين ما كديرهاش، كيخصكم البنات ديروها يوميا وتتبعوها نيشان. انا بالنسبه لماما صراحه ما دارت لها والو حيتاش ماما من النوع اللي مره كدير مره ما كديرش، فهمتوني واخا كنديها لها كنوصيها كنقول لها فوالا ديري وديري ما كديرش، ولكن
خصكم تبعوها. انا صفات ليا الحمد لله الجبهه ديالي من التصبغات، اختي صفات ليها البشره ديالها من دوك لي سيكاتريس ديال الحبوب، وكذلك المتابعات اللي كيجيو عندي، يعني عطيتها لواحد البنت راكم شفتو معايا في الفيديو جات عندي وقالت لي راه الحمد لله صفات ليا الوجه ديالي. بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من السواد في المنطقه الحساسه ديالهم او لا تحت الابطين او لا في هذه المنطقه هذه في الركابي ديالهم، يعني اي منطقه عندك اللون ديالها غامق، ممكن انك تستعملي كوجيكلير. انا غادي نوريكم كيفاش دايره من الداخل، يعني ديروها المنطقه الحساسه ديالكم ما عندكم مناش تخافوها كيفاش دايره من الداخل البنات. بالنسبه للكونتيتي اللي فيها، فيها 30 ملي 30، ولكن راه كتجيب لك مده، يعني كديري منها غير شي شويه نقيطه 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 وكدهنيها مزيان، يعني كتجيب لك واحد المده اللي هي طويله. راه اختي دارت منها غير وحده وصفات ليها الوجه ديالها، يعني ما عاودتش خداتها مره اخرى. وبالنسبه للثمن ديالها البنات دايره 172 درهم في الفرماسيان، 172 درهم في الفرماسيان، وفي البارا ديك 140 درهم 130 درهم كنظن. صافي هادشي اللي كاين اليوم الغزالات ديالي على هاد كوجيكلير هادي، نتمنى انني نكون لبيت الطلب ديالكم. غير هو استعملوها بالطريقه الصحيحه البنات، من الليل الليل على بشره نقيه ما كيخصكمش تشوفوا بها الشمس، وان شاء الله يكون خير. وهادشي اللي كاين، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.